ارحمي يا راحت العقل ترحمي يا تستالي. الكلمه اللي عوضتكم عليها دائما لا تستالي. صباح الخير حبيباتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كتصبحوا وليداتكم؟ اشواجكم كلشي هانين؟ ميمات خوتي خواتاتي كلشي مزيانين؟ اليوم البنات فيديو جديد وفلوق جديد. هذا النهار جايبه لكم الجديد ديال اكسيو. لي هذه شحال ما حطيتش شي جديد. اليوم البنات انا جايبه لكم الجديد. اولا جابوا هاد القريعات اللي بغاهم، راهم جابوهم عاوتاني في الذهبي او في الفضي او في الاسود، اللي بغاهم راه كاينين. وجابوا حبيباتي هادو، هاد الكوف تعملوا فيهم البيجو ديالكم، تعملوا فيه مثلا لي بطون تحطوا فوق طبلة، تعملوا فيهم حليوة تحطوا شي حاجة فيهم من داخل وتحطوا فيهم الحلوة، تقدروا تحطوا فيهم اي حاجة بغيتوا، البخور دوك ديك الشي ديال التباخيرة باش كنعطروا الدار، صالح لكل شي. فهمتوهم؟ راه جابو هما البنات عاد حطوهم، انا جبت شويجات فهمتوهم، وعجبني هاد، عجبتني هاد السواقة اللي فيهم هاك، مزيونين بزاف. راه عاد جابوهم هادو البارح، انا جبتهم البارح، وجبت هاد زليفات اللي جابوهم تا هما ديال الفخار، فيهم ديك النقشة ديال الصناعة التقليدية ديال المغرب ديالنا، هادي كبيرة البنات، تقدروا تخلطوا فيها شي الكاطو الا بغيتوا ديروا الكاطو شي كيكه. انا جبت سليفات ديالها صغيورين هكا باش الا بغيت نقدم شي حاجه نقدمها فيهم. راه جابوا حتى سليف الكبارين ديال الحريره وجابوا المويان، راه عاد حطوهم هادو مزيونين حتى همايا، وحطوا هاد الشميعات رائعين. شوفوا انا البنات مضروبه على الشمع. تقولوا لي مالكي مع الشمع؟ كتحماقي على الشمع؟ نقول لكم ايه كنحماق على الشمع، كتعجبني شي حاجه اللي سميتها الشمع. غادي نحل معكم وحده، دائما كنقول غنحط الموس قدامي وما كنحطوش هذيك المقص. بيني وبينكم البنات ريحة غزالة، الله على ريحة فيها بحال ريحة ديال السكرون الليمون. هانتوما انا عجبتني على السواق ديالو، غزالين في الكري. عندكم التفريشة في الكري ولا في الذهبي تقدروا تعملوها، تعملوا هاد الشمعة تعملوا في شي سوينية وتحطوها فوق الطاولة كيجيو زوينين. انا جبت جوج، جبت في هاد الكولور وجبت في هاد الكولور بحال خضيدر بحال بيستاجي بحال، صراحة الله زوينين. وبلاتي نكمل معكم القشوع بعدا. وجابوا البنات هادو ديال البيض، دابا رمضان على الابواب قرب رمضان، هادو حيت حنا دابا المغاربة معروفين في الحريرة والبيض المسلوق وكلشي، هذا كل واحد تحطي له البيضة ديالو قدامه في هذا الكويس. انا جبت خمسة حيت عندي وحدة هي ستة، جبت ستيوات ورخاصين والله، لا زعما كثمن رخاصين ماشي غاليين زوينين. وجبت هاد المول بنتي بغاتو هانتوما، والاثمنة عاد تلقاوها كلها غنحطها في الصندوق الوسط ديال هادشي كامل. وجبت هاد السريب داتا البنات، هادو زوينين كاينه هنا وقيله 8 8 ديال السريبتات كيعملوا سنت 490 490 كيعملوا
وجبت هاد لي بانطالون هانتوما شوف كيفاش دايرين البنات الا بقيتو تقلبوا في اكسيون والله الا كتلقاو حاجات زوينين. شوفي هذا سما ديال البيجاما هانتينا شوف كي داير شحال مزيون البنيته البنيتات اللي يلبسوهم في الدار مع شي تيشيرت في الكحل يجيهم زوين والثوب ديالهم غزال والله الا التويب ديالهم فليوان هانتوما. جبت جويجات واحد ليلي واحد لبنتي غزالين والله الا البنات سيروا جيبوهم ولا غلا على مسكين كاف نونون هانتوما زوينين. جبت جوج والمفاجأة المفاجأة الأخرى واش نوري لكم ولا لا واش نوري لكم ولا لا ها المفاجأة اللي ما شحال حنا كنتسناوها هما جابوهم هاد الصوينيات الرائعين زوينين البنات مي كتشوفوهم ما تعطيوهم شي قيمة ولكن مي كتقربوهم وتحاديوهم شي حاجة ديال واو 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 غزالة حتى الفينيسيو ديالهم مدقون هانتوما ما كيجرحو لا والو والذهب ديالهم صافي هانتوما الذهب ديالهم غزال. كاينة الكبيرة هذه الكبيرة ها هي شوفوا الكبيرة شحال غزالة فنة تقدروا تعملوا الكيسان داتاي هنايا تقدروا تعملوا فيهم ديكورات ولا اللي يعجبكم. انا فضلت نعمل هاد الديكور هذا جيبي لي الكيسان كنتم تقدروا تعملوا فيهم هاد الديكور هذا كيسان تقدروا تعملوا فيهم هاد الديكور هادو تعملوا الكيستاج ولا اللوز اللي بغيتو وتقدروا تعملوا هاد الكيسان هادو فيهم هانتوما مع البريريب جيبي لي البراد هانتوما والله هي البنات نتوما عارفيني كنحط لكم شي حاجه ديال واو ما كنتعطل عليكم ولكن النهار اللي كنبغي نفاجئكم ندير لكم شي مفاجاه كنعملها لكم مي نقول لكم شي حاجه زوينه اي سيري جيبي البراد تما هانتوما انا كنجلس حتى كنعيا ولكن نهار اللي نجيب لكم شي حاجه غادي نجيب لكم شي حاجه بالنخوة هانتوما واخا حتى للضيوف اللي كانت الطابله عندكم معمره وعندكم صينيه كبيره عتقبط لكم بلاصه هذه ما عتقبط لها بلاصه لا والو تحطوها فوق الطابله هانتوما شوفوا على تحال شوف قولي لي عبقى متبعين كيف ويزر عيشة تخرج لي لا انتوا شوفوا ماشي زوينه البنات بيني وبينكم ماشي واو انا عجبتني الصراحه الله وانا عارفه الحاجه اللي كتعجبني انا تنتوما كتعجبكم وما عمري نجيب لكم شي حاجه خايبه دائما كنجيب لكم شي حاجه اللي ما كايناش مي نقول لكم راه زوينين راه زوينين هادو غزالي الغزالي الغزالي لا تما شوفوا على حطيتها حطه واعره وهادو حتى هما عجبوني 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 سيريا البنات سيرو كتجريو 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 ها هما حبين وقلت علاش ما نشاركش حبيباتي معايا في هاد المشاريات باش نفرحهم ونسعدهم دائما كيتسناوني على الجديد قلت ما نخليش حبيباتي بلا ما نقدم لهم حتى شي حاجه هانا قدمت لكم هاد الجديد اللي جابوه البارح زوينين هادو البنات لقيتهم في اكسيوم ديال بركم سانطاكات مشيت في الصباح ما الصراحه الله ما مشيتش الصباح مشيت حتى العشيه مشيت حتى مع ديك جوي 6 ونص قلت غادي نمشي عند العدويره عارفه راسي اكسيوم ما بقى كيجيب والو قلت غادي ندير دويره وكنت غادي نجيب شي حاجه من تمايا
بالدخلة اللي دخلت لقيت مجالسين كيحطو وما يحطو واحد الصندوق، انا مشيت قلبت وما يبانو لي كيبرقو هكا، وانا نهزهم هزيتهم وجيت كنطير. قلت ها بعدا 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 ما رجعتش شي خاوية. غزالة خصكم تشوفوا البنات ملي تشوفوها مباشرة هكا محطوطه قدامكم، راه شي حاجة اللي كتفتح القلب مع هاد الكويسات اللي شريت من عند هادي اش كيقولوا لها بهيجة بروكسل، زوينين يا البنات بحدك انت كتشوفي فيهم كيديروا البهجة على القلب. ولا البنات هادو هما المنشريات ديالي ديال هاد النهار، كنتمنى الله يعجبوكم ويكونوا في المستوى ودائما ترضي عليا وتعملوا لي جيم 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 جيمات، قووا لي الجيمات بزاف، بارطاجيو هاد الفيديو مع صحاباتكم مع خوتكم، وانا دائما ما عمري تخلى عليكم. الا شفتوني غبرت عليكم عرفوني راه ما كاينش جديد، النهار اللي كيكون جديد راه نتوما الاولين كتشوفوه. انا البارح كي جبتهم حطيتهم في التيك توك، ما قدرتش نجلس بلا ما نحطهم في التيك توك. يلا حبيباتي تابعوني انا معكم دائما في الجديد، وديروا لي اللايكات قوموا لي